كان هناك العديد من ردود الأفعال أيضا، مش بس لعظم الجرم وفظاعة الاعتداء الذي حدث منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، لكن أيضا كان هناك اهتمام من القيادات الكنسية، وكان هناك اهتمام من القيادة السياسية. السيسي بنفسه طلع ووعد سيدة الكرم ووعد الأقباط ووعد الشعب المصري كله لما حصلت هذه الاعتداءات، بأن أيا كان عدد المتهمين اللي قاموا بهذا الاعتداء سوف يتم محاسبتهم بالقانون. نذكر رئيس الجمهورية ونذكر كل المصريين ونذكر كل المصريين أقباطا ومسلمين داخل مصر وخارجها بوعد رئاسة الجمهورية بإنصاف سيدة الكرم وأقباط قرية الكرم بالقانون أيا كان عدد المتهمين. نشاهد معا هذا الفيديو. عاش الأقباط على مدى 4 سنوات ونصف، وعاشوا أقباط قرية الكرم على مدى 4 سنوات ونصف، وعاشت سيدة الكرم على مدى 4 سنوات ونصف، على تأكيد رئيس الجمهورية بأنه سوف يتم محاكمة وتقديم المتهمين الجناة الذين تعدوا على أقباط قرية الكرم والذين قاموا بالتعدي على سيدة الكرم. للأسف كل هذه الوعود والتأكيدات يعني ابتلاشت وانتهت وتم تجاهلها ونسيها رئيس الجمهورية نفسه، ونسيتها مؤسسات الدولة، ونسيتها وزارة العدل، ونسيتها مجمع محاكم المنيا. البعض هيقول ان مجمع محاكم المنيا في قضاء اخوان، طب والدولة عملت ايه لما هي عارفة انه في قضاء اخوان في مجمع محاكم المنيا منذ عام 2013 حتى الان؟ عملت ايه الدولة لما اكتشفت ان هناك قضاة متطرفين سلفيين او اخوان في مجمع محاكم المنيا، لما نظروا قضية سيدة الكرم مرتين واستشعروا الحرج وتنحوا عنها؟ عملت ايه الدولة لما عرفت ان مجمع محاكم المنيا في قضاة اخوان او سلفيين، لما تم نظر قضية ابن سيدة الكرم المظلوم والمتهم ظلما، تم النظر في قضيته وحكم مرتين، مرة غيابيا ومرة حضوريا، وتم الحكم عليه بالحبس سنة ودخل السجن وقضى المدة وخرج وهاجر بره مصر، وما زالت قضية والدته لأنها الضحية القبطية تنظر في محاكم المنيا على مدى أكثر من 4 سنوات ونصف. الدولة للأسف بعد كل هذه التأكيدات وبعد كل هذه الوعود اللي اكتشفنا أنها وعود في الهوى، اكتشفنا أن هذه الوعود مجرد وعود وهمية، لما يطلع رئيس الجمهورية ويوعد الشعب ويوعد الأقباط بالطريقة اللي طلع بيها واتكلم بيها في هذا الفيديو لكي ينصف سيدة الكرم، أن كل هذه الوعود ذهبت في الهوى وتناست، يبقى رئيس الجمهورية مش قادر يمشي كلمته على مؤسسات الدولة لكي تنظر بالقانون لإنصاف الضحايا الأقباط. معنا على التليفون الدكتور محمد منير مجاهد، مسؤول منظمة مصريون ضد التمييز الديني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك تابعت مع العديد من الملايين المصريين موضوع الحكم ببراءة المتهمين بالاعتداء على سيدة الكرم. أنا يعني تابعت منطوق الحكم نفسه، طبعا ما عنديش فكرة عن الحيثيات إيه بالظبط، أيوة، والقضاء استند على إيه في هذا الحكم اللي أنا براه ظالم. في عدة حاجات يعني ممكن نلاحظها. أول حاجة زي ما بتقول أنت، مسؤولية الدولة، القضاة تنحوا مرتين في القضية دي، استشعروا الحرج، معرفش حرج عن إيه،
يعني مهماش قرايب حد ولا بتاع، مش عارف ايه هو الحرج. انما تقديري الشخصي ان ده يوحي بان القضاه تعرضوا لتهديد وابتزاز، ودي امور شائعه في الصعيد، ان ممكن العصبيات او الحاجات اللي هي زي السلفيين او التنظيمات المسلحه والكلام ده تتخذ المفروض، لكن المفروض بتحميهم الدوله. يعني مش ممكن ان انا اسيب القاضي يضغط عليه ويبتز وكده، والقضاء المستقل ان هم فنيين. فانا تخيلي الشخصي ان الحكم اللي طلع ده ممكن يكون برضو نتيجه ابتزاز او تهديد. ده ناحيه. الناحية الثانية برضو إن في أثناء نظر الإخوة الأكبر في قرية الكرم تنازلوا عن حقوقهم، وقالوا إن مفيش وجه خصومة وما بيتهموش حد والكلام ده، ده كله بيضعف القضية نفسها. فيعني لا نتعجب إن يطلع حكم بالشكل ده. ايوه، كان ايضا يعني هنعرض الكلام اللي قاله محامي الدفاع، وهنعرض صوره محامي الدفاع امام الساده المشاهدين. اسماعيل سيد محامي المتهمين قال ان اسباب حصول موكلي على الحكم بالبراءه ان المحكمه اصدرت حكمها بحق موكلي لعدم وجود دليل قوي يستند عليه محامي المجني عليها في القضية من شهادة الشهود الذين شهدوا بحقيقة الواقعة. أضاف أيضا أن الجارة التي استضافت المجني عليها في منزلها وقت الواقعة أكدت في البلاغ الأول عدم تعرض السيدة للسحل، وإنما حينما دخلت عليها كانت ترتدي كامل ملابسها بالإضافة إلى تعصيبة الرأس، ولم تظهر عليها علامات سحل أو ضرب. ده محامي أو ده كلام محامي المتهمين بتعارية سيدة الكرم، وقال أيضا إن هو سيطالب برفع قضية رد شرف للاتهام الكاذب ضد موكليه. طبعا هو تمادى في الكلام اللي بيقوله، لكن من الواضح إنه المحكمة يا إما سلفية، لأنه واضح من هيئة الدفاع ومن هيئة محامي الدفاع إن هم يعني اتخذوا هذا الطريق. ما اقدرش أن أخطأك بكده، لأن أنا لا حاضر المحكمة ولا قريت الحيثيات ولا الكلام اللي قال المحامي ده ولا المحامي ده ولا الأدلة. إنما هو فيه من الأخبار اللي قريناها يعني على مدى ال4 سنين اللي فاتوا دول، ان في عمليات ابتزاز وعمليات تخويف للاقباط حتى السيده نفسها تعرضت لضغوط. ف هي تعرضت تعرضت لضغوط، لكن هي صدقت رئيس الجمهورية، ويعني هي سيدة تعليمها على قدها بسيط كأغلب سيدات القبطيات في صعيد مصر، صدقت رئيس الجمهورية في وعوده وصمدت أمام كل الضغوط والتهديدات على مدى 4 سنوات ونص، زي غيرها كتير من الأقباط اللي صدقوا كلامه. يعني ما نقدرش نلوم بقى حد بالحكايه دي الا اصحاب الشأن نفسه. أيوة. يعني مفروض ان الواحد ما يضعش ثقته في حد الا اذا كان عنده ضمانات قويه جدا. يعني ما هو اعلى من ضمانات رئيس الجمهوريه؟ لا، في اعلى ان في
حماية للشهود وفي حماية للمحكمة ويبقى في الكلام ده كله، إنما يعني الرئيس الجمهورية ما يتكلم لوحده كده يعني قد لا يكون عنده القدرة على دعم قرار، وأنا ما بشككش في نيته يعني. أيوه حضرتك بتحب تقول أي شيء آخر؟ يعني أنا بس بشكل شخصي أحب أقول إن أنا تألمت جدا من هذا الخبر، وأنا بعتبر الست دي يعني بمثابة أخت، هي تقريبا سنها زي سني، وإن أنا ما أحبش الكلام ده كان يحصل لأختي، وما أحبش إن هو يحصل لها ولا يحصل لأي ست في مصر. والبلطجة لابد إنها تواجه بقوة القانون وأيضا بالتصدي لمنابع العنف والطائفة في القرى الصعيدية دي. أيوه ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الدكتور محمد منير مجاهد، مسؤول منظمة مصريون ضد التمييز الديني.